يعطيكم ألف عافية. وصفة اليوم هي حلوى باردة كتير لذيذة وسهلة التحضير، وحلاوتها أنه فينا نحضرها بأي نوع من الفاكهة. أنا اليوم حضرتها بالمانجا، متوفر هلأ بالسوق وبيكفي حبتين مانجا. أول شيء بدنا ظرف جيلي، إذا في مانجا متوفر مانجا بتضيفوا مانجا. أنا أول شيء ما لقيت المانجا، تاني شيء حبيت يكون في طعمتين بالحلوى، أناناس ومانجا كمان بيطلع أطيب لأنه ما كتير بحب المانجا. فجبت ظرف جيلي أناناس، دوبته بكوب من الماء الساخن لأنه جيلي ما بيدوب غير بمي سخنة، منخليه هيك لحتى يفتر ومنحطه بالبراد شي ساعة ساعتين. لذلك نحضره قبل ما نحضر كريم شانتي بشي ساعة أو ساعتين، ما بدنا إياه يجمد، بس يكون المهم لما نضيفه لكريم شانتي يكون بارد. هلأ بدنا نحضر كريم شانتي، كوب من بودرة كريم شانتي وكوب من الحليب البارد، بارد كتير منيح، بنكون حاطينه بالفريزة قبل بشي ساعة ساعتين، يعني منخلطهم بالخلاط الكهربائي أو بالهاند بلندر لحتى تتشكل عنا الكريمة. إذا مثل ما قلت لكم بتحضروا الجيلي قبل بوقت منشان يكون بارد لما نضيفه هلأ للكريمة، لأن منشان ما كل شوي نشغل الخلاط وهيك. هلأ شغال وشغال دغري، منجيب الجيلي أنا عاملته قبل بساعة بارد، فبجيبه بضيفه هلأ للكريمة وبتصير الكريمة إما بطعمة المانجا إذا جايبين جيلي بالمانجا أو جيلي بطعمة الأناناس. إذا هلأ بجيب الجيلي وبيطلع لونها كمان هيك على برتقالي أو أصفر، وطعمته بتطلع بطعمة الفاكهة اللي جايبينها. هلأ هاي الوصفة إذا كان متوفر الفريز بموسم الفريز بتطلع رائعة. نفس الشي منجيب ظرف جيلي على فريز ومنخلطه مثل ما هلأ عم نخلط مع الكريمة، ومنوزع الفاكهة هلأ بتشوفوا كيف على السطح، منطحنهم الفريز ونحطهم على السطح نفس الطريقة حتى بيطلع أطيب بكتير. شايفين هلأ منحطه بالبراد شي ربع ساعة لحتى نحضر بقية المواد. هون هلأ منجيب صينية، أنا بحب إذا بدي حط بالفريزة الصينية بحب تكون ألمنيوم، دغري بتلقط البرودة، منغلفها بأسفلها هيك بالنايلون راب، النايلون الغذائي منشان سهولة نزع القالب. هلأ أنا عندي هذا العلبة البسكويت، هاي فيها 350 غرام من البسكويت السادة، أي نوع بسكويت عندكم رح حط نصها، يعني شي 375 أو 150 بكفي، حسيتهم كتار شوي. هلأ أنا حطيتهم بأسفل هاي، حبيت لو حاطيتهم بالنص، يعني لو حاطة طبقة كريمة بالأول وبعدين البسكويت، أنا عم نبهكم إذا كان في غلط مفروض ننبهكم عليه، بالأول حطوا نص الكريمة تحت وبعدين البسكويت وبعدين طبقة، بيطلع البسكويت كلياته متشتش، لأن هون حسيت بقي شوي من البسكويت بأسفل القالب، ما يعني الكريمة ما وصلت لقلو، فهيك أفضل. هلأ شايفين أنا جبت هدول كيلو كيلو، ما بنحتاج غير قطعتين. وملاحظة تانية، لما تشتروا المانجا جيبوها قطعة كبيرة، القطعة الصغيرة البذرة بتاخد 3/4 السمرة، يعني كتير كتير كبيرة البذرة، عن جد أنا انصدمت بالموضوع. هلأ بدنا نفرغ قطعة واحدة منحطها فوق البسكويت، مثل ما قلت لكم إذا فريز مثلا منقطع الفريز قطعة صغيرة ومنوزعه فوق البسكويت. هلأ شايفين كيف هلأ بدنا نجيب الكريمة نوزعها فوق البسكويت والمانجا. إذا هون استخدمت قطعة واحدة من المانجا. المانجا ما تفكروا لهالدرجة كتير كتير غالية، هلأ إذا بدكم تشتروا لهاي الوصفة بس لوحدة بتكون قطعتين يعني يطلعوا قد حق سندويشة شاورما، فعادي يعني ما أنا كتير خارق للسعر، بس أنا قلت متوفر هلأ بالسوق وقلت يعني بستغل الفرصة وبعمل لي شي وصفتين بالمانجا. إذا بوزع الكريمة كتير منيح وبسوي السطح، وهلأ بدخلها على الفريزة شي 3 ساعات أو 4 ساعات لحتى تجمد، بتصير هيك مثل الآيس كريم على الفريزة. بنسكر بالأول النايلون عليها وبدخلها. هلأ هاي السمرة هاي أكبر بشوي من هذيك، بس هلأ رح أفرجيكم. هلأ هون بدنا نطحنهم، بدنا نطلع السمرة المانجا القلب ونطحنه بالهاند بلندر، وبدنا نزين فيه سطح الكيكة. شوفوا هلأ البذرة رح قيمها وتشوفوا قديش كبيرة، يعني بتاخد عن جد وزنها يمكن أكثر من وزن السمرة، كتير كتير كبيرة. لذلك لما تشتروا فعلا لازم تكون السمرة حجمها كبير، منشان قد ما تكون البذرة كبيرة بيضل الشحم أكثر. نطحنهم هاي السمرة، كمان أخذ سمرة طحنتها كافية، طلعت كافية وبقي شوي كمان هيك بالملعقة. شايفين كيف منزين هيك؟ هدول لما نحطهم بالفريزة هلأ بيجمدوا وبيصيروا مثل الآيس كريم على مانجا.
بيجمدوا العادي مثل أيام زمان كنا نجيب هاي البوزة الآيس كريم بالعود وتجمد وتصير هيك تلجية، لا هي بتصير لسه كمان قوامها على كريمي أكتر، بس كتير بتطلع لذيذة والتحت بتصير مثل الآيس كريم، ففعلا كتير الصينية يعني ظريفة هاي الحلوة ولذيذة كتير. ومن شكل هيك بيعود الشيش بنعمل هيك منفتله بيناتهم مشان نعمل شكل حلو، ومندخلها ساعتين من ثلاثة قد ما فيكن تتحملوا، إذا ما تحملتوا ساعة بكفي، المهم يجمد اللي فوق لأنه هلأ التحت جمد بيكون انتو حاطينه قبل بشي 3-4 ساعات هلأ منطلعه، بس يفضل يعني شي 6 ساعات أحسن هيك بتكون متماسكة، وحتى القسم الفوقاني صار أنا جامد وصار مثل الآيس كريم تماما. منقطعه ومنقدمها هيك، فعلا لذيذ كتير هيك أبدا، مثل كأنه الواحد عامل آيس كريم بالبيت ومحط بيناته بقلبه بسكويت، هيك بيعطيه لسه طعمي أطيب ولذيذة مثل ما شفتوا سهلة، وفينا نستخدم أي نوع من الفواكه، بس أكتر شي بيلبق هلا أنا ناس مو متوفر كان كتير بيطلع كمان لذيذ لأنه بينطحن وبينحط على الوجه، وأكتر شي الفريز أنا حسيت، وهذا المانجا شايفين قديش حلوة، كتير طيبة ولذيذة، بتمنى من كل قلبي تجربوها. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك، واللي عم يحضر في الفيديو وما اشترك لسه بقناتي بتمنى يدعمني ويشترك بالقناة، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.